كما كيعرفوا الساحل الفنية ما فيهاش توأم رجالي، فهي جوستومون توأم نسائي. أصدقاء ديالنا في الموسيقى، عندنا بزاف ديال الأصدقاء موزعين وفنانين كما كتشوفوا اليوم. أنا جاي نحضر الصديقة ديالي الحديوي، قالوا لنا علاش ما تغنيوش عندكم شي حاجة متميزة. فجات الفكرة هكا، لقينا راسنا في الاستوديو، سجلنا أول أغنية اللي كانت تقولوا قولوا، الحمد لله لقات نجاح. ومن بعد دابا إن شاء الله كنحضروا أغنية جديدة غتكون إخراج حسن الكرفتي، غير مالوغوزمون الأخ ديالي في أمريكا دابا تقريبا شي دو موا، مازال نطول شويه، غادي يدخل ان شاء الله اون فيفري، دونك مارس غادي نبداو ان شاء الله التصوير. اغنيه جديده اللي غتكون ان شاء الله انتاج ديالنا الخاص. حنا كنا بيان سور قرينا وكل واحد شغل في المجال ديالو، ولكن من بعد لقينا راسنا كل فن شي حاجه ضروريه في حياتنا، خصنا ضروري نديرو شي حاجه عندها علاقه بالفن ولا باسيون ديالنا. جوجنا يمكن كاع ياسين صوته احسن ديالي شويه كنقولها بكل صراحه، ولكن يعني بجوجنا عندنا تقريبا نفس الصوت نفس الميولات الغنائيه. لالا مولاتي موقع انا متابعين ديالو بزاف، وكنهنيكم وكنحييكم على الجهود ديالكم، كنتمنى لكم مزيد من الاستمراريه وشكرا على الانترفيو. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.